كلبنانيون بلشنا من 3 سنين. كان أول شيء مؤتمر انطلق بنادي الصحافي جمع 9 أحزاب. نحن الفكرة بلشت معنا نشتغل مع الأحزاب السياسية لأنه عنا قناعة أنه إذا ما اشتغلتي من خلال الأحزاب ما بتوصلي. يعني في حركات نسائية جربت قبل تشتغل بس على المجتمع المدني، رجعوا بالآخر اكتشفوا أنه بلبنان لازم ينشغل مع الأحزاب لتقدر توصلي لنتيجة. عملنا وثيقة مشتركة بين 9 أحزاب مضيوا عليها، إذا يعني بموافقة رأس الأحزاب مضيوا عليها أو نواب أو مسؤولين كبار بقلب الأحزاب مضيوا عليها لهي الوثيقة. ونحن لاحظنا من وقت ما مضيت الوثيقة لهلأ تقريبا صار شي سنة ونص عم يصير في كتير مشاركة للنساء بقلب الأحزاب. حبينا أنه نعمل خطوة ندفع بموضوع إدراج بند الكوتا بنسبة 30% بالقانون اللي بده يتبع جديد، إن كان باقي على 60 أو إن كان في قانون جديد بده ينطرح. في أحزاب كتير بعدها منا مقتنعة بشيء اسمه كوتا، ما بعرف قد ايه رح يساعدوا بموضوع إدراج بند الكوتا بالقانون الانتخابي اللبناني الجديد، يعني في علامة استفهام على الموضوع. إذا في نية سياسية للتغيير ولإدراج بند الكوتا بالقانون الانتخابي بيقدروا يلاقوا طريقة يدرجوه ويكرروا الكوتا الـ 30% اللي هن موقعين عليها بالمعاهدات الدولية بمشاركة كافة الجمعيات النسائية والغير نسائية اللي عم تهتم بموضوع مشاركة المرأة وتفعيل دور المرأة بالحياة السياسية. عم يتم تحضير لهذا الشيء، وقريباً حيكون في مؤتمر صحفي بيضم كل هالجمعيات اللي حضرتك بتعرفيها، حتكون متحدة لأنه هن عطول بيقولولنا أنه مفروض تتحدوا كلكم دوعة ورقة واحدة ونحن مستعدين. نحن هيك رح نعمل، تحدنا كلنا ورح نمضي كلنا كجمعيات شغلين على هذا الموضوع على ورقة واحدة، ورح ننزل فيها على اللجان البرلمانية اللي عم تعنى بموضوع قانون الانتخاب اللبناني تنشوف. هاي أول خطوة، إذا ما مشي الحال يمكن نلجأ للخطوة الثانية اللي حضرتك قلتي عنها من شوي اللي هي التظاهرات والضغوط الإعلامية. من سنة 1942 ليومنا هيدا مرق 74 حكومة على لبنان، وللأسف بس مرق 7 وزيرات. يعني نحن عم نحط هدول الفاكت، هدول الإحصاءات والمعلومات بأيدي كل صانعي القرار، وعم نحسهم جميعاً، يعني ما بس رئيس الحكومة، عم نحس جميع الأفريقاء ورؤساء الكتل أنه المرأة نص المجتمع، ما معقولة تتغيب، ما حدا في بلش يقلع ونص التاني مغيب. ما بقى معقول لبنان اللي عطى عام 1953 حق الانتخاب والترشح للنساء، وكان في طليعة الدول اللي عطيت هيدا الحق، وفي طليعة الدول اللي أبرمت السيدة عام 1996 أنه يضلوا قاعد بالمرتبة 143. يعني صرنا في درك الترتيب العالمي. الكوتا هي تمييز إيجابي دستوري، وفي قرار من المجلس الدستوري بدستوريته. السيدة واللي هي حكيت عن الكوتا هي المعاهدة الدولية لحقوق المرأة، إذا بدك يعني هي جزء من شرعة حقوق الإنسان اللي منصوص عنا بمقدمة الدستور. وبمقدمة الدستور كل شرعة حقوق الإنسان والمعاهدات التي يبرمها لبنان بصير إلى صفة دستورية. فالسيدة إلى صفة دستورية، والمجلس الدستوري أصدر فتوى بهيدا الشيء. يعني أولا هي شيء دستوري، هي تمييز إيجابي. نحن بسبب كل العوائق الاجتماعية والبنى الاجتماعية والتمييز اللي بتتعرض له النساء بدنا نحطهم شوي على الخط مع الرجال. يعني الرجل صار سابق المرأة بكتير، بدنا نقربها شوي بس نحطها على نفس السكة هي وياه تقدروا يتسابقوا بعدل. نحن برعاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة عم بتحضر تحالف كبير سيعلن عنه مؤتمر صحفي قريبا، وعملنا ولأول مرة بلبنان يعني بتوحدوا جمعيات بعدد حوالي 40 جمعية تا
يطالبوا بمطلب موحد، وهو سميناه الورقة المطلبية الموحدة، وهي إدراج الكوتا بأي قانون انتخابي كان. وفي عدة سيناريوهات لأي قانون بينطرح كيف تتطبق فيه الكوتا. طبعا هذا بعد ما تمت استشارة قانونيين قادرين بلبنان ومشهد لهم يعني.